كونجراتوليشنز، برافو برافو برافو. عايزه اقول لكم ايه واخوها زياد ممتازين جدا، عاملين حاجات فن جديد جدا هتكلمنا عليه. ايه قول لنا بقى المشروع بدا ازاي وبداتوا تعملوا الفكره الجميله دي ازاي؟ احنا بدانا في الاول كنا بنعمل فوانيس في رمضان، تمام. كل رمضان بنعمل فوانيس نرجع لاصحابنا نرجع على دي شكل الفوانيس اهي، بصوا يا بنات دي شكل الفوانيس انتوا عاملينها. بدات الفكره من هنا، بدانا بالفوانيس بعد كده الفوانيس بعد كده طورناه وعملنا فلوس بقعده، وبعد كده اشتغلنا في الاباجورات واباجورات طويله. جميله جميله. الحاجه كلها مبهره قوي. انا بصوا بصوا الساعات مميزه وعاملين حاجات بالخطوط زي ما انتوا شايفين كده، محدش يعرف يعملها الا ايه وزياد عيسى موجودين هنا في جول الرمل. وهكتب لكم رقم التليفون على الفيديو عشان تقدروا تشوفوا. اسعار حلوه قوي، الساعه ب150، حاجات مميزه. الناس اللي عايزه حاجات سبيشال قوي في بيوتها هتلاقوا الحاجات هنا ديفرنت ان ايفري ثينج فعلا بكل التفاصيل. في كمان دي اللوحه الشغل اللي انتم بتعملوه. الشغل ده كله كستمايز، كل ده شغل كان مطلوب لناس، تمام. فاحنا بنعتمد دلوقتي على الكستمايز، اي حد عايز حاجه اللي بعتها لنا بنعمل اللي هو عايزه. لطيفه قوي دي. لو حد عايز يعمل كلينيك معينه او دنتل معينه اي حاجه يقدر يعمل دي. لطيفه قوي ما شاء الله. في اسامي وفي اسم فؤاد كمان اهو، بيعملوا اسامي. وفي كمان بصوا الحاجات اللطيفه دي، بصوا الناس اللي عايزه تعمل حاجات في الغرف مودرن كده يعني. وبعدين في حي النادي الاهلي بيشجعوا النادي الاهلي، عاملين حاجات حلوه قوي. والساعه دي انا مش عارفه عجبتني اول ما بصيت كده على الفيلم. تبصوا تفاصيلها الاسكندرانيه بقى غاويين المراكب، وعاملين معاها الساعه واللون الاسود عاديها فخامه كده. عاملين بصوا شجره الكريسماس باللون الاخضر. هي ممتازين قوي ما شاء الله، ربنا يوفقكم. الحاجه جميله جدا. تقدري تعملي الحاجه كلها في مده قد ايه؟ يعني لو حد طلب حاجه من القناه تخلص في وقت قد ايه؟ بصوا اتصلوا على ايه على الرقم اللي هتلاقوه على الفيديو، هتلاقي حاجات مختلفه واحنا قناتنا متعودين يجي كل المختلف. نورتونا الف جمال، نورتونا يا ايه. ثانك يو لزياد. بصوا بقى البنت بتاعتهم اهي، وهكتب لكم الرقم. وده بصوا الكريدت. بصوا انا عايزه الكاميرا برضو تجيبه اهو بالتفاصيل كلها، وهعمل لكم منشن للصفحه بتاعتهم على الانستجرام. زياد وآية نموذج ناجح من الشباب الاسكندراني. الكود كمان اهو تقدروا ان انتوا تاخدوه بالموبايل زي ما احنا متعودين يشتغل معاكم. برافو برافو برافو، نورتينا آية جميلة. ومبسوطة جدا آية كانت ضيفة جميلة عندي النهاردة من بازار شاور الرمل. دايما الجديد عندنا على القناة، وبشجعك وبرافو جو اهيد على طول. برافو استمري، يلا بينا نشوف الجديد. كملوا معانا كل الرؤيات الجاية مميزة.